جايبين الشاشة؟ لا ها؟ بص كويس كده. بتحمل يا دكتور، حملت. شايفين الشاشة؟ شايفين ايه؟ شايفين الشاشة يا دكتور؟ شايفين اتنين بتساوي واحد. أول المحاضرة محاضرة بتاعت النهاردة شايفين الرابعة كده. بتتكلم عن الـ عن الباك تراكنج والباك طبعا انتوا خدتوا قبل كده، احنا بنعمل ريفيو على الباك تراكنج. الباك تراكنج خدناه قبل كده، فاكرها؟ حد فاكر الباك تراكنج؟ اللي هو كنت بعمل البرنامج بس بخطوات، يعني بشوف مثلا الرول اللي هو فيه كذا رول، بمسك الرول الأولانية أعدي على التانية، بعد كده في الإتريشن التاني يعني لو انا فيه عندي ريكيرشن برنامج سيستم أمسك. ايه الصوت ده؟ يعني انا لو انا عندي برنامج بير اكس واي، والاكس ديت بوي، ما سمى زوج من الاكس والواي، الاكس دي تكون بوي والجيرل والواي دي تكون جيرل، وعندي أربعة صبيان، أربعة بويز وثلاثة جيرلز. لما بيجيب أول حل هنا ده اسمه جون، ده جون. أنا لما أعمل الجول بتاعي بير إكس واي، أول حل هيطلع مين؟ أول حل يا شباب، الو، أول حالة هتبقى إكس بجون وواي ب ابي احمد جريزيلدا دي. شغال، مش هو ده اللي بعدين بقى. ايه يا شباب، سامعني؟ دكتور مع حضرتك. طيب حد يقول لي اول حل ايه؟ هيماتش مع أول واحد في البوي ويماتش مع أول واحد في الجيرل اللي هو جون وجريزيل دي. لما بيجي يعمل السيمي كولون بيحط ايه؟ بيحط ايه هنا؟ كنا بنقول بنحط ايه جنب جون؟ اللي هو علامة البليس ماركر اللي هو الهاشتاج تقريبا. بليس ماركر اللي هي بيحط هنا علامة المكان. لما هيطلع كم حل هنا للبوي الاولاني اللي هو جون، هيطلع له كم حل؟ طبعا هو صاب جول اللي هو مين؟ في اخر صاب جول ده هيشوف جميع الحلول الممكنه ليه. يبقى هيطلع جون مع مين؟ مع ثلاثة جريسلي ثلاثة تسليده، ومع مين كمان؟ ومن تروز وبرون هيلين. يبقى انت عندك في كم حل لجون؟ كم حل لجون؟ ثلاث حلول
ونفس الكلام بقى يتكرر على البوي الثاني والثالث والرابع، يبقى كلهم كام حل؟ كام حل كلهم؟ 3 في 3 ب 9، لا 3 في 4 ب 12. 12 حل على 12 حل، ده الباك تراكنج مش كده؟ تمام. لكن لو انا بقى عايز استخدم الوسيله للتحكم في الباك تراكنج ده، يعني لو انا عايز حل واحد بس، اكتفي بحل واحد، هعمل ايه؟ في عندنا حاجه اسمها الكات اوبريتور. الكات ديت اللي هي المقصود بها العلامه بتاع التعجب دي، ده الاوبريتور بتاع الكات. ده بقى بيمنع الباك تراكنج، يعني الباك تراكنج هنا بيعمل بريفنت للباك تراكنج، بريفنتس بس معايا؟ هو مش انا اصلا لو انا ما عملتش سيمي كولون، هو مش هيعمل باك تراكنج، هيجيبها مرة واحدة ولا ايه؟ ما هو انا بعمل سيمي كولون عشان اجيب له الحل الثاني، اه والبرنامج تمام. معلق اما انا بالسيمي مش فاهم كولون. الفرق ما انت بين الكات وان انا ما بقى استخدمش حتى السيمي. لو عملت سيمي كولون هنا هيطلع نو سوليوشن، لان انا اكتفيت بحل وحيد. تمام. فهنا القط عايزين نعرف القط هي ايه واستخداماتها ايه وايه البروبلمز اللي ممكن تظهر مع القط. يبقى النهارده موضوع النهارده بيتناقش كل الشغل النهارده على موضوع القط، ماشي؟ ازاي نمنع الباك تراكنج. طبعا القط اللي احنا قلنا عليها دلوقتي اللي هي عمليه اللي هي الاكسكليميشن مارك ديت، دي بتقول لك ان السيستم بتاعك انا مش عايز غير ابص على بريفيوس تشويس، مش عايز اعمل لها اي كونسيدريشن تاني لما اجي اعمل باك تراكنج، انا مش عايز الحلول البديله يعني. فهو ايه الميزات اللي ممكن تطلع بقى من هنا؟ ان البرنامج طبعا هيوفر وقت، هيبقى اسرع، ومش هنضيع وقت في ان احنا نعمل ريساتسفاي لبعض الجولز، وهيبقى الليس ميموري هيستخدم ميموري اقل طبعا، لان هو مش هيعمل في الريكيرشن بالذات بيستخدم ميموري كتير طبعا. فانت ممكن هنا تكتب حل واحد وليس باك تراكنج بوينتس اللي هي البليس ماركرز اللي احنا قلنا عليها قبل كده، مش لازم يتذكرها، بيحط بليس ماركرز كتير عشان يعمل لها ريمبر او يتذكر. واضح؟ معايا؟ تمام. طيب ناخد مثال كده على استخدام القط. المثال الاول هنا اللي بيفهمنا عن القط، طبعا انتوا عارفين هو بيعمل برنامج بيجمع من الان لغايه الواحد، يعني لو قلنا هنا الان من 5 معايا لغايه تمام. واحد، هو لو انا دخلت له واحد بس هيطلع كام في الباوندري كونديشن؟ لو عملت له الصم من هنا من واحد هيطلع بكام؟ الريزلت هتكون بكام؟ هتبقى 1 ولا ايه؟ واحد. يعني لو انا عملت هنا ان، بص بقى، ما هعمل هنا ان وهعمل هنا ار، لو هو واحد هيطلع ايه؟ واحد. 1. المفروض لو هو 2 هيطلع كام؟ 2. لا، هيطلع هو بيجمع من 2 لواحد، 2 1 المفروض ولا ايه؟ من يبقى اتنين هنا واحد. هيجمع 2 زائد 1 اتنين زائد واحد 3 وهكذا، مش كده؟ 3 هتبقى بكام؟ 3 3 زائد 2 زائد زائد 1 2 زائد 1 تبقى 6، الأربعة 4 و3 و2 و1 يبقى 4 10. زائد 6 ب 10، مش كده؟ يعني هتلاقي إن الاتنين هنا زائد الواحد اللي قبلها، أو التلاتة هنا زائد الاتنين اللي هي زائد التلاتة اللي قبلها، دي 3 زائد 3، التلاتة اللي قبلها، مش كده ولا لأ؟ وهنا الأربعة تمام. زائد الستة اللي قبلها، وآخر حاجة 5 زائد 10 اللي قبلها، مش كده ولا لأ؟ تمام. يبقى هنا في حالة إن أنا أعمل الريكيرشن ده بقى، ده الباوندري كونديشن واحد بواحد، هنا في حالة لما أدخل إن بخمسة هيعمل إن واحد بكام؟ إن ناقص واحد. يعني هنا هيبقى عندك، هنا لو عايزين نحسب الإن بخمسة
والار عايزين نحسبها مش كده؟ عايزين نحسب الار. طب هو مش احنا حسبناها؟ ما احنا حسبناها بس احنا عايزين نعرف البرنامج هيعملها ازاي. هو اول حاجه هنا لما هيحسب الان واحد بكام هنا؟ لان واحد بكام باربعة. هنا؟ باربعة. هتبقى اربعة وقصادها هنحط لها القيمه بتاعتها ار واحد. معايا؟ هنا ال الار طلع كم ان زائد ايه؟ الار هو ان زائد ار واحد. ان زائد ار واحد. يبقى الار هنا هتطلع كام؟ ان زائد ار واحد. مش كده؟ تمام. يبقى الان هنا بكام؟ المفروض بخمسة. زائد الار واحد لما تطلع بقى. كده؟ تمام. طيب الأربعة تطلع ار واحد هتكون هنا الار واحد بكام؟ الار واحد هتكون بكام؟ طبعا هنا الان بكام هنا في الحالة دي؟ باربعة. يبقى هنا اربعة زائد ار اتنين وبعد كده التلاتة هتبقى كام؟ ثلاثة. لا ثانية أنا مش فاهم هو إزاي أربعة أر واحد بعد كده أربعة أر اتنين. هو مش مش مفروض ثلاثة أر اتنين ولا إيه؟ هو إحنا دلوقتي عندنا هنا بص معايا تاني أنا هدخله الإن بخمسة ماشي؟ تمام. والآر ديت اللي أنا عايز أحسب قيمتها. تمام. بص معايا كده واحدة واحدة. يعني الوقت أنا عندي دلوقتي أنا عايز أحسب إيه؟ هذا الإن هنا. بص بقى معايا الإن هنا هيت بتساوي خمسة. الآر هساوي خمسة اللي هي الآر هنا المفروض هتساوي كام تحت؟ الآر بكام؟ إن زائد آر واحد. المفروض تساوي 15 في الآخر. يبقى 5 زائد ار 1. الار 1 دي اصلا بتاعت مين؟ الار 1 دي مش بتاعت الان 1؟ الار 1 بتاعت مين؟ بتاعت الان 1. يبقى انت عندك هنا الان 1 هتبقى بكام؟ ب 4. ب 4 ده الان 1. يبقى هنطلع منها الار 1 بكام؟ يبقى الار 1 بكام؟ هتساوي الان اللي هي 4 زائد ار 2. هتطلع متغير كل مره بيطلع متغير جديد مش كده ولا لا؟ تمام تمام ايوه ايوه فهمت. بعد كده هياخد الثلاثه. الثلاثه هتطلع كام؟ ديت ان 2 هتطلع ار 2 والار 2 تبقى 3 هتطلع ار ار كام دي؟ 2 ار 2 تساوي 3 تساوي 3 زائد ار 3 زائد ار 1 كده؟ هو انا ليه رجعت الار واحد ولا يعني لما؟ لا ثانية واحدة معلش ار ثانية واحدة ار واحد ار اتنين ار اتنين زائد ار اتنين بتساوي تلاتة زائد ار تلاتة معلش بالظبط تمام تلاتة زائد ار تلاتة ماشي؟ انا ار تلاتة يبقى على كده لان احنا الاثنين ان 3 هتبقى هنا ار 3 بتساوي ها كام؟ 2 زائد كام؟ 2 زائد ار 4. بعد كده الواحد بقى هيطلعه بكام الواحد اللي هي ار 4؟ الواحد هيطلع قيمته بكام؟ هيطلع ار 4 هتطلع بكام؟ ار 4 أربعة طلعت بكام في الحالات؟ هتطلع بكام؟ في الحالة دي المفروض يطلع بصفر واحد عشان واحد واحد الباوندري كونديشن. وبعد كده تبقى تعوض بقى من تحت وانت راجع في الريكيرشن مش ده تعرف الريكيرشن؟ انا هرجع بعوض من تحت لفوق. يبقى انت عوضت هنا هتبقى ثلاثة وثلاثة وثلاثة
4 10 او 10 5 15 3 6 10 15 صح؟ مش كده ولا لا؟ تمام وصلت ولا لسه؟ ما وصلت. مش ده تعريف الريكيرشن اللي خدناه في اول مثال في الشابتر في المحاضره الثالثه بتاع الاليس، بيعرفك يعني ايه ريكيرشن، بيعدي عليهم ويرجع تاني ياخد يلمهم تاني وهو ماشي. وده كان عيبه في الابند، ان احنا فكرنا ازاي نعمل اكيوميليتر وبعد كده لما حصل مشكله الريفيرس اضطرينا نعمل ديفرنس ليست. ده اللي حصل. ده اللي حصل عشان استخدمت الاكيوميليتر عشان ما ارجعش اعوض من تحت لفوق واخلي القيمه معايا. ايوه بالظبط تكمل. طيب ده طبعا لو انا دخلت له في الجول بتاعي، لو دخلت له في الجول بتاعي صم واحد وار، هيطلع الحل بكام؟ هو صم هدخلهم واحد له وار ازاي؟ يبقى الار بكام هنا؟ هتطلع على طول بكام الار؟ الار بواحد. يبقى مش محتاج يعمل بقى باك تراكنج على الثانيه، ما هو هيعمل هنا بليس هولدر في الحته دي، مش محتاج بقى يرجع تاني ما دي خلاص. ما صح؟ هو لكن هو هو هنا بقى بيقف لو انا عند لو الواحد. ما اتحكمتش انا في البرنامج علشان امنعه ان هو يعمل باك تراكنج، هينزل تاني، هينزل تاني تحت ويدخل معاك في حاجه اسمها انفينيت لوب، مشكله الفاريبلز. ها بس هو مش ده اصلا الباوندري كونديشن، يعني المفروض عند الواحد خلاص هيطلع واحد ويقف ولا ايه؟ ايوه، بس ايه اللي هيمنع ان هو ينزل يجرب الفاريبل ده؟ ما ده فاريبل حر اهو، فاريبل اهو، ايه اللي هيمنع ان هو ينزل تحت يجرب؟ في حاجه هتعمل كنترول عليه في الحاله دي؟ لا مفيش حاله حاجه تمنعه. فعايزين نعمل كنترول احنا بقى، زي ما بنعمل كنترول استراكشر كده باستخدام اف ووايل وفور في اللغات العاديه اللي هي لغات السي والجافا والكلام ده. ازاي نعمل كنترول؟ اول حل قال لك ان انا ممكن استخدم الشرط ده، الشرط ده ممكن يريحني، اللي هو ده لان اكبر من واحد، اقول له لو قلت له لو انا عملت له الشرط ده من الاول مش هيدخل، هيجي يدخل هنا هيفشل من اول محاوله. مش هلاقي لو الام دخلت اكبر له من واحد. تقول ايه؟ بقول مش هيلاقي الام اكبر من واحد فمش هيخش اصلا. وممكن اكتبها اقل من او يساوي واحد، بس اعمل نوت، كلمه نوت يعني باك ستيج زائد، باك ستيج زائد معناها نوت، اقول له نوت اقل من او يساوي واحد، اكتب دي او دي، دي طبعا كومنت، ده معنى الكومنت في البرلوك. ممكن اكتب باك سلاش بلس واكتب ان اقل من او يساوي واحد، دي هي دي. يبقى ده حل ولا لا؟ حل ان البليس ماركر ما تنزلش تحت، اول ما تيجي تنزل مش هتلاقي لها ايه؟ هتلاقيها فيل على طول، مش كده؟ تمام. مش كده ولا ايه؟ ده حل. تمام قال لك تمام في حل تاني بقى، قال لك في حل تاني ممكن نعمل القط دي بقى. القط دي معناه ايه؟ بص بقى هنا معنى القط، القط دي معناه ايه؟ الشرط ده بيطلع من البرنامج. اول ما تشوف لو نجحت هنا، القط ده معناها زي ما يكون في حائط سد هنا، حائط السد ده بيمنع ايه بقى؟ الحائط ده القط ده يمنع كان حائط الدخول بتمنع ان انت في ال تعمل باك تراكنج لاي حاجه بنفس الاسم ده، بنفس الهيد ده. في عندك حاجه اسمها صن 2 تاني ولا لا؟ في هيمنع ان انت الحائط السد ده يمنع ان انت تدور على اي حاجه اسمها صن 2، سواء نفسها او شبهها دي، حتى اللي تحتها دي. يبقى القط هنا بتعمل بريفنت باك تراكنج في حاله الوحل ولا لا؟ هتعمل. يبقى كده حلت المشكله. يبقى الحل هنا بيعمل بريفنت او بيمنع الباك تراكنج. حد مش فاهم المثال ده؟ ها؟ لا تمام تمام أنا. طيب هناخد بقى الاستخدامات، في ثلاث استخدامات اساسيه هناخدهم للاستخدامات مهمه في استخدامات القط كلها بتلف على حوالين نقطه واحده، ان انا اجيب حل وحيد واشوف ايه البروبلمز بتاعت القط دي. خلاص؟ تمام
بس احنا قلنا هنا بنمنع الباك تراكنج، بس ده لو احنا وصلنا للشرط اللي احنا عايزينه، يعني لو الشرط اللي فوق ده اتحقق، بس اللي هو لو ما الحل اتحققش اللي مش انا عايزه، هنعمل انا عايز كات. اول حل بس يعني، لا اللي هو الحل الاولاني يعني. تمام. طيب في ثلاث استخدامات اساسيه. الاستخدام الاولاني هنا ان انا اعمل حاجه اسمها confirming the choice of rule، صح؟ يعني عايز الرول المناسبه بس، زي المثال اللي فات كان احنا استخدمنا اي رول؟ الرول نهيت، استخدمنا رول نهيت الأولانية. الاولانيه بس، مش كده ولا لا؟ اهو يبقى ده اسمها choice of a rule، دي اول حاجه. تاني حاجه ناخد حاجه اسمها cut fail بكومباينيشن، ازاي يعمل كومباينيشن ما بين حاجه اسمها cut وفيل، هنعرفها دلوقتي. طبعا كلمه cut وفيل يعني ايه؟ واضح من اسمها. cut دايما العلامه ديت اللي احنا شفناها من شويه دي، cut معناها ان الجول ده ترو دايما، فلازم ان ينجح، صح ولا لا؟ قيمه السب جول اللي اسمه cut بيبقى دايما دايما ترو. امال لو انا كتبت كلمه fail معناها ايه بقى؟ فين معناه ايه؟ دايما فولس، ماشي؟ يعني بس في عندنا، هو ازاي هو هيبقى دايما ترو ده لو متحقق في البرنامج بالصح؟ ده انا يعني ممكن اعمل كوما كات كده، كات معناه ان ده دايما بياخد قيمه ترو، صح؟ انا مش كده فاهم ولا بصراحة حتة هو عامة الكات او علامة التعجب دي، هو لو الشرط اللي هو الاولاني ده اتحقق هيطلع من البرنامج، بس لو الشرط نفسه ما اتحققش هو مش هيطلع اصلا، هو مش هينفذه، فمش هيشوف بقى لغايه ما يلاقي حل. تمام. ما هو بيعمل باك تراكنج امتى؟ مش لما بيلاقي اول حل. انا ما فهمت، هو يعني الباك هو اكيد تراكنج هيبقى دايما ترو عشان يتنفذ اصلا. ايوه، ما هو قيمه السب جول اللي اسمه كات ده دايما قيمته ترو، فلازم تمام ينجح تمام علشان يطلع يس. في عندنا بريديكيت تمام تاني اسمها فيل. يعني ايه فيل بقى؟ فيل معناه ايه؟ لو انا كتبت كلمه بدل كات اللي كتبت دايما مكانها كنت كلمه فولس. ما كنت فولس، فده معناه ان هو بيجبرك تعمل باك تراكنج عشان تلاقي حل ولا لا. يعني ما ينفعش ان تقف عند الكونديشن ده. لان الفيل معناها نو، فيل معناها نو، فلازم ان يجبرك تعمل باك تراكنج. يبقى ايه الفرق بين كات وفيل؟ كات بتمنع الباك تراكنج نهائيا في حاله ايجاد اول حل، وفين فيل بيحسبني بتجبرك على تعمل الباك باك تراكنج؟ تراكنج ثاني علشان هي بتطلع نو. فهمنا الفرق؟ تمام. هناخد مثال يوضح دلوقتي، بعد شويه كده هناخد مثال يوضح ازاي نعمل الكومباينيشن كات وفيل، ونفهمه كويس بالتفصيل. واخر حاله بقى اللي هي اسمها ترمينيت جينيريت اند تيست، يعني ان هو يولد مجموعه من الحلول ويختار الحل الصح، الحل المناسب، يعني الحل المناسب حسب الشروط المعطاه. ده بنسميه جينيريت اند ايه تيست، يولد مجموعه حلول ويطلع الحل المظبوط او الحل المطلوب. طبعا كلها بتلف حوالين ايه الثلاثه دول؟ بس كلهم بيلفوا حوالين ايه؟ بيلفوا حوالين الثلاثه، ان انا اتحكم بس في وانا على البرنامج حسب واطلع حل الحل. بس وانا تمام. على حسب البرنامج اللي انا بستخدمه. يعني هو انا مثلا في الصم دي انا بستخدم ريكيرجن، وببقى محتاج ان انا هاخد النواتج واجمعها على وحسب بعض. كل ايه؟ هي كيس باي كيس، حسب حاله البرنامج اللي قدامك، لازم انت عايز ايه بالظبط وتكون فاهم انت بتعمل ايه حسب البرنامج. تمام طيب تمام تعال ناخد كده حاله حاله من دلوقتي، ناخد مثال يوضح كل حاله من الحالات الثلاثه، ماشي؟ احنا قلنا الحاله الاولانيه اللي هي choice of a rule اللي هي اول حاله، احنا خدنا المثال ده طبعا كلنا فاهمين المشكله. تمام ده خلاص. طيب هناخد مثال تاني عليه بقى، اللي هو بيقسم رقمين على بعض. يعني مثلا ما اقول لك اقسم كده 6 على 2 فكام؟ فيها الثلاثة. كويس قوي. ازاي نعمل برنامج يعمل الموضوع ده؟ هي فكرته بقى مبنيه على ايه؟ انتوا خدتوا طبعا في داله اسمها راندوم، خدتوها في السي او الجافا باين راندوم. بتولد رقم عشوائي. ايوه، هنا عايزين نعمل بقى ازاي نولد رقم عشوائي مثلا يطلع ثلاثه، يطلع كام؟ ثلاثه، ويطلع ثلاثة. هو الحل بتاعه. يعني انا عايز اقسم 6 على 2، هو هيولد رقم عشوائي ويطلع ثلاثه، بس ايه هي الشروط بقى
المفروض تتحكم في البرنامج علشان يطلع الثلاثه ديت وتكون هي الحل بتاع 6 على 2. اولا ده الترندوم بتاع، طب نشوف بس كده انا في هضمن الشهر منين الثاني ان الرقم الترندوم. العشوائي يبقى 3؟ نعم، هو هضمن بيولد منين ان بقى، الرقم؟ احنا هنعمل برنامج يولد ارقام من 0 1 2 3 بانفينيت لوب كده، ماشي؟ تمام. وبعدين اول ما يشوف الثلاثه هو اللي يخطفها وياخدها يحطها في النتج. هو مين بقى اللي هيتحكم في الانفينيت هيولدهم لوب؟ بالترتيب ولا مش بالترتيب؟ ايوه، هنعمله من اول الزيرو، هيولدهم من تمام. اول الزيرو وهيطلع اول ما يوصل عند الثلاثه يقوم واخدها ويطلع الحل، والباقي كله بقى ده طبعا انفينيت لوب. مين اللي هيطلعه بقى من الانفينيت لوب؟ زي المساله اللي فاتت. الكت يبقى القط زي ما عملت المشكله بتاعت الواحد وار ويدخلك في انفينيت لوب، هي اللي هتعالج المشكله بتاع الانفينيت لوب دي. تعال نشوف الاول برنامج الراندوم ده بيطلعه ازاي. الراندوم هنا هيطلع الاشكال كده، هيطلعها بالطريقه دي. هيطلع از انتجر اوف اكس، والمفروض الاكس هتطلع كام؟ 0 1 2 مش كده؟ 0 1 2 وكمل. اه خلاص. طيب ايه فكره البرنامج اللي هو بتاع الراندوم ده؟ اولا الزيرو ده هنبدا بانيشال فاليو از انتجر، ماشي؟ تمام. ويجي هنا اعمل از انتجر اكس ويقول لك از انتجر واي، والاكس دي از واي زائد 1. الاز انتجر واي اول قيمه الواي كام؟ هتبقى واحد. هيلاقيها في الفاكت واحد، هيحطها بواحد اهي. وبعد كده الاكس هتبقى بكام؟ الاكس اكس هتبقى بواحد برضو. لا مش برضو، ما هي الواي الاول بزيرو، هيطلع اكس بزيرو مش كده؟ عشان موجوده في الاول. هيطلع اكس بواحد منين؟ ان هيلاقي از انتجر واحد، هيلاقي الواي بزيرو ويحطها بقيمه اكس، ويبقى هو ده الحل الاولاني، الاكس بواحد اهو، ويفضل شغال كده على طول. صح ولا لا؟ معايا؟ يعني هو الواي هي يعني هتبقى قيمتها زيرو، بعد كده هدور هيعمل الاكس على القيمه هيزود للواي، عليها واحد. ما هتبقى الاكس بواحد لان الواي بزيرو، فيزود عليها واحد فالاكس تبقى بواحد. ايوه، ويطلع الحل الثاني اكس بواحد في الجول بتاعك، ماشي؟ خلاص؟ تمام. هو ده فكره برنامج الراندوم من زيرو. ازاي بقى نتحكم في البرنامج باستخدام الكات ونطلع الحل بتاعنا اللي هو 3 مش كده؟ عشان نقف عند الثلاثة. طيب هنا البرنامج بتاع ديفايد، هنا هنعمل ايه في الديفايد؟ هنا عندك 6 ان 1 وهنا 2، المفروض الريزلت هتطلع كام؟ ثلاثة، او اللي هو ان 1 على ان 2 يعني. اول حاجة هيولد رقم اهو، هيطلع رقم ريزلت مش كده؟ هينادى على الداله تطلع له اول قيمه الريزلت هتطلع كام؟ زيرو. حلو قوي، زيرو. يبقى البرودكت واحد هيساوي الريزلت في ان 2 بكام بقى؟ زيرو في 2 هتبقى زيرو. زيرو في 2 بايه؟ زيرو. زيرو. وبعدين عامل الشرط الثاني، لو انا اشتغلت على الشرط بتاع برودكت واحد ده هيطلع الناتج النهائي كام؟ انا عامل هنا برودكت واحد اقل من او يساوي ان 1 اللي هي 6، يعني الزيرو اقل من او يساوي 6. لو انا في الحاله دي استخدمت البرودكت واحد بس هيطلع الناتج كام؟ من غير برودكت 2. هو مش برودكت واحد هنا اللي هو الزيرو ولا ايه؟ ايوه، ما هيطلع زيرو. الزيرو هنا اقل من او يساوي 6 ولا لا؟ اه اقل من. يبقى هيطلع الحل بتاعك كام؟ 6 على 2 بكام؟ بصفر. 6 على 2 بصفر، وده غلط. اه وده غلط، فلازم نعمل البرودكت 2 بقى علشان يكون يبقى كنترول ان الناتج بتاعك حط زود واحد على الريزلت بقت 0 زائد 1 بكام؟ 1. 0 زائد 1 ب 1 في 2 في ان 2 اللي هي كام؟ 2. بقت 1 في 2 بكام؟
باتنين. يبقى واحد في اتنين باتنين اللي هي اتنين. هل الاتنين اكبر من انه واحد اللي هي ستة؟ انه واحد لا مش اكبر. يبقى هنا فورس، يبقى ده فيل، يبقى ده فيل ولا لا؟ يرجع تاني. ده فيل. يرجع بقى يجيب راندوم تاني، يرجع بقى ينادي على يشوف حل تاني للريزلت دي، يجيب الواحد يجيب الاثنين لغايه ما يوصل عند الثلاثه. فهمنا بقى وظيفه وجود البرودكت تو ايه؟ طيب اول ما يوصل للثلاثه هيعمل ايه؟ ها؟ هيبقى عند برودكت واحد اللي هو هيبقى يبقى البرودكت واحد هيطلع كام؟ هيضربه في واحد هيطلع 3 في 2 ب6. ب6. والبرودكت 2 طلع كام بقى؟ 4 اللي هي 3 زائد 1 4 في 2 ب8. 8. 8 ده غلط. هي هتبقى مكان ال 6 دي، هتبقى هنا. يبقى 8 نستخدم له الكت. هنا بقى البرودكت 2 طلع 6، 6 هنا. البرودكت 2 طلع كام؟ في الحالة دي 8. لا 8. البرودكت 1 6 و 2 8 وديت طلع كام؟ 6. يبقى ال 8 اكبر من 6 ولا لا؟ 8 اكبر. يبقى في الحالة دي بقى هينجح ولا مش هينجح في الخطوة دي؟ هو هينجح خلاص، ما هو مش خلاص هينجح ويجي يعمل بعدها كوما، كوما قط. قط دي مش دايما قيمتها ترو؟ قط دايما قيمتها ترو. طلع 3 بقى ويمنعك تعمل باك تراكنج لاي حاجة قبل كده، سواء از انتجر او حاجه اسمها ديفايد او اي حاجه تاني، اي رول موجوده في البادي او في الهيد هيمنعك تروح لها تاني. بس هو ليه حاطط علامه التعجب تحت؟ يعني مش ممكن احطها على الجنب ولا ايه؟ لا ما هي كوما، طبعا ما هي سب جول. لا ما هي كوما قط، كوما قط يعني تبع نفس ده سب جول تبع البادي، كوما قط. تمام. والقط ديت قيمتها دايما ايه؟ ترو. فهينجح، وبس هيبقى زي حائط السد هيمنعك تروح لاس انتجر تاني اللي هي فيها انفينيت لوب، وبالتالي كده يمنع الانفينيت لوب بتاعك ان هو يدخل على 4 او 5 او 6 وهكذا. تمام. واضح البرنامج ده؟ حد عنده سؤال من الناس التانية؟ الناس التانية معانا ولا مش معانا؟ الناس الشباب التانيين معانا ولا ضايق ولا واعيين ولا ايه الحكايه؟ هو المجموعه اصلا فيها 4 بس، يعني اللي حاضرين 4 بس. معاك. نعم معاك. يعني فاهم ولا مش فاهم؟ معايا ومعايا معايا ولا مش معايا؟ معايا. فاهم يا دكتور. طيب ما انا عايز يبقى بس، اصل في واحد بس اللي بيتكلم معايا من اول ما ابتدينا، فانا عايزكم تتفاعلوا معايا كلكم عشان بس نبقى فاهمين الدنيا فيها ايه. طيب البرنامج ده واضح يا جماعه على الحاله الاولانيه اللي هي بتعمل اسمها confirming the choice of the rule. ها واضح. تمام. طيب الحاله الثانيه بقى اللي هي اسمها generate and test، دي الحاله الثانيه. هو طبعا هي الثالثه، المفروض الثالثه بس احنا عملناها الاول مش مشكله، اللي هي اسمها generate and test. يعني بتعمل جينيريشن لمجموعه من الحلول وبتعمل تيست للحلول ديت وتشوف ايه هو الحل المناسب. ده معناه باختصار. واضح بيعمل ايه يا جماعه؟ جينيريشن لمجموعه الحلول الممكنه ويعمل تيست على الحل المطلوب ايجاده. طبعا الحاجات دي كلها بتلاقيها في الاي اي ابلكيشنز او تكنيكس، يعني ان هو بيعمل جينيريشن لكل الحلول بتاع المشكله وبيعمل تيست عليهم ويشوف الحل المناسب هو ايه. طبعا لو الحل هنا لو التست سكسيد سوليوشن از فاوند، المفروض لو في حل نجح المفروض في الوضع الطبيعي بيعمل باك تراكنج علشان يجيب الحل ايه اللي بعده. فاحنا عايزين نكتفي بالحل الوحيد اللي احنا وجدناه. طبعا انتوا عارفين اللعبه دي. عارفينها. سمعوا بين السيجا ولا اكس او؟ من يقول لي امتى لو في لعيب او ولعيب اكس، اللعيب او ده مثلا لو هيلعب لعبه والاكس هيهدده مثلا سريتن، يعني سريتن امتى يبقى سريتن؟ لما يبقى على وشك ان هو في ثلاثه ورا بعض. ثلاثه ولا اثنين؟
لو هيحط التالتة يعني، لكن لو هو اتنين threatened يعني يكونوا في اتنين في اتنين في صف او عمود او صف او قطب threatened. صف او ايه او عمود او عمود او قطب او او دايجونال او قطب. هو بيعمل الاول بيرسم لك بورده كده زي بتاعه لوحه الشطرنج كده، بيعمل لك بورده كده من 1 ل 9 مش كده؟ ثلاثة في بعد كده بيديك الاحتمالات بتاع البورده ديت، لما يجي يرسمها بيرسمها ازاي البورده ديت؟ يعني مثلا لو انا هدخل له اكس واي وزد في الاول هيعمل لك ريتيرن لهم، لو دخلتهم في الصف الثاني هيبقى هيرجعهم كده، في الصف الثالث دخلتهم اعمده اكس في العمود الاولاني اكس واي زد هدخلهم في الثاني هيبقى كده اكس واي زد، ده عشان هدخلهم في نرسمهم الاخر. بالبرولوج، نعم عشان نرسمهم بالبرولوج. لا مش ترسمهم عشان تمثلهم، يعني عشان اقدر احط القيم بس، يعني مش هرسم، هو بيعمل بريديكيت اسمه لاين عشان يرسم لك اللاين اللي انا هحطه، يعني اللعيب هيحط ازاي يعني، او هيرسم في الاول اكس واي وزد او يرسمها في الاخر اتنين، دي الاحتمالات بتاع البورده يعني فاهمني، ويعمل ريتيرن للاكس والواي والزد القيم اللي انا حطيتها يعني. ايوه تمام. فهي عندك هنا البورده ديت بعد ما بنعملها ايه، احنا قلنا اللاعب او هيبقى تحت التهديد امتى؟ لما يبقى فيه 2 اكس. اكس لما الاكس هيلعب 2 سيلز ان ايه؟ ا سكسسفول لاين مش كده؟ والثيرد از ايه؟ از امتي. يبقى عندنا اول سيلتين يبقى اي اكس اكس، الثاني اكس اي اكس او اكس اكس اي، مش ديت الثلاث احتمالات؟ بالظبط. وفي الحالات دي لازم الاو غصبا عنه يلعب يحطها مكان الاي. في الامتي اللي هي بنسميها ايه، في الامتي سيل مش كده ولا لا؟ تمام. هو كده مجبر يلعب امتى؟ مجبر يتحرك امتى كده؟ لما يبقى فيه ورا بعض، لما هيولد لاين هيلعب هو لعبه معينه في البورد اكس واي وزد، يعمل لها جنريشن للحل ده ويعمل تيست عليه هل هو تحت التهديد ولا لا؟ لو هو تحت التهديد هيعمل قط ويمنع ان هو ايه؟ يجيب حاجه تانيه عشان يضطر يلعب في الوقت ده. يبقى السريتن هنا هيخليه يلعب اللعبه المكان بتاع الاي وهيمنع ان هو يعمل باك تراكنج ولا لا؟ بس كده؟ هو بس انا مش يعني هنا هيجنريت ايه بالظبط لما يعمل اكس؟ هيجنريت ايه بالظبط؟ انت هتعمل دلوقتي بورد، انت دلوقتي هتعمل لاين بورد معايا وبيرجع لك القيم اللي انا بحطها على البورد ده، انا بعمل البورد ده هي 3 في 3 حلو؟ اهي انا بلعب مثلا، هلعب مثلا في الصف او عمود او كده، فهو عايز يعمل تشيك انا دخلت ايه. تعال ناخد كده الجول ده وانت تفهم اكتر، يعني اولا البرنامج صورته العامه واحنا كده جمعناهم كلهم سوا اهو، هذا البورد اهيت اللي بترجع جميع الاحداثيات اكس واي وزد، وده السريتن وده الفرصه الجول مش ده اللي احنا قلناه؟ الثلاثه دول مع بعض بيمثلوا البرنامج. لكن لو انا عايز اعمل جول بقى، انت عايز تفهم الجول هيتعمل ازاي، انا هعمل هنا فرصه موف مين؟ هنا موف بي اكس اكس اي اي او اكس او اي اي ده البورده بقى اللي بتدخل الاحداثيات بتاعتها. طبعا لما ادخل اكس اكس اي هيرجع الاكس والواي وزد بتاعتها اللي هي اكس اكس اي مش كده؟ ولو دخلت له اي او اكس هيرجع برضو الاي اكس والواي وزد بتاعتها اللي هي اي او اكس والثانيه او اي اي مش كده ولا لا؟ هو هتبقى الـ يعني الاكس مكان يعني الاكس تبقى كده، والاو يعني هتدخل اكس هيتحطوا والاي اكس بقى يبقى فاضي اكس اكس اي والثانيه اي او اكس والتانية والثالثه او او اي 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 ان هي فوق اللي بقى هي خطر، يعني مكان الاي امتي. ان هي اللي خطر بقى للاعب او، اللاعب او اللي بيلعب، احنا بنفترض ان اللاعب او اللي شغال اللي هو هيبقى اندر ثريت اللي فوق على اليمين، اللي فوق على يبقى ان اليمين هي هيلاقيها في الثريتن ولا لا؟ هيلاقيها في الثريتن في السريتن. اللي هي اسمها ايه؟ اهي اكس، هيلاقيها في الثريتن اخر واحده. هيعمل اول لاين انا ادخله البورده، وانا ادخله هنا البورده كلها اهي اهي، البورده كلها دخلت ولا لا؟ كلها دخلت. وهيعمل لاين بورد للبورده ديت، هيعملها هيرجع الاكس والواي وزد بتاعت كل احداثي منهم ولا لا؟ من دول؟ هيرجع. وبعد كده يشيك على كل واحده منهم هل هي تحت التهديد ولا اللعبه سليمه؟ ايوه تمام.
فهمت كده؟ هيلاقي واحدة منهم، أول واحدة هتلاقيها تحت التهديد اللي هي اسمها إيه؟ XXE. XXE. أول ما يلاقيها تحت التهديد هيعمل إيه بقى؟ هيعمل قط. قط معناها إيه؟ ينفذ الفورس موف ويطلع. بالظبط كده، ويطلع خالص. لأن اللاعب مضطر مجبر لازم فورس موف، لازم يلعب ويشوف اللعبة اللي بعدها وهكذا. يبقى دي اسمها ايه بقى؟ عمل جينيريشن لمجموعة من الحلول، بس عمل تيست على الحل المطلوب. عمل تيست على ال الناتج بتاعه. هل هو فعلا اندر ستن ولا لا؟ يبقى قط هنا عملت ايه بقى؟ جاست تيست للحل المطلوب بس. واضح البرنامج ده؟ تمام. يبقى دي الحالة الثانية. نعم. ها مين عنده سؤال؟ لا تمام تمام. طيب احنا قلنا من شويه الفيل بتعمل ايه؟ الفيل بترغمني ان انا اعمل باك تراك، ان انا اعمل باك تراك، لان دايما قيمتها دايما فرصه عكس القط، مش كده؟ تمام. هي بلت ان زي القط بالظبط، كلمه فيل دي زي القط بالظبط، هي عكسها بالمعنى، ملهاش ارجومنت زي الفانكشنز او بلد كيس، دايما فيلز وبتسبب باك تراكنج. صح؟ صح. دي الحالة الثانية بقى. تعال ناخد مثال على الحالة بتاعت استخدام الكومباينيشن كات وفيل. طبعا الفيل افتر كات، يعني ايه كلمة فيل افتر كات؟ يعني انا هعمل كده A و B سب جول مثلا و C و كات وفيل. شو قصده كده يا شباب؟ وده البعض بتاع اللي هنسميها مثلا هنا دي، ده اللي هو او الرول هنسميها ار اف اي وبي وسي. ده معناه ايه؟ حد فاهم معناه؟ والله مش فاهم. هنا القط اتفقنا ان هو بيعمل ايه؟ القط في الحته دي معناه ايه؟ بيمنع ان انا اروح، بيمنع ده السد كده. بيمنع ان انا اروح لاي سب جول قبل كده، الاي ولا البي ولا السي ولا الار نفسها. صح؟ مش كده؟ مش كده ولا لا؟ لكن هنا في معناها هتاخد قيمه ايه؟ في هتاخد قيمه ايه؟ نو. فلا تاخد فورس. ايه الفرق بقى بين انا اكتب A و B و C وفيل لوحدها والتانية A و B و C وقط وفيل؟ ايه الفرق بين الاثنين دول؟ وهنا R واحد مثلا F وهنا R2 مثلا. ايه الفرق بين الاثنين؟ حد يقول لي كده؟ هنا هو انا مش فاهم الترتيب ده هيفرق في ايه؟ هنا 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 استخدام الفيل بس الوحيده بتعمل ايه؟ هتمنع هتخصبني ان انا ارجع تاني واعمل يعني لو طبعا طالما انا وصلت للخطوه بتاعت فيل دي يبقى اكيد الاي والبي والسي كلهم ترو، مش كده ولا لا؟ دكتور اكيد الكات فيل دي مش موجوده في السلايدز اللي معانا. اخر حاجه في السلايدز عندي بتاع التيك تاك تو دي والديفايد باي تو نمبرز، الكات فيل دي مش موجوده. هجيب لكم هرفع لكم الحته دي حلوه وجميله، هرفعها لكم بس اهم حاجه تفهموها دلوقتي، هرفعها لكم على الموقع المعهد. ماشي؟ هي السلايد دي زياده ممكن، بس انا اهم حاجه تفهم ازاي بتتعمل. هي هتبقى واحد سلايد واحده او اثنين بس، انا شرحتها للمجموعه بتاعه الصبح. و يعني ايه؟ مش موجوده في السلايدز اللي معانا.
ماشي مش مشكلة، هرفعها لكم برضك يعني، أنا بناقشك فيها، هي مش هتاخد مننا 5 دقايق، هرفعها لكم برضك مع السلايد القديم، مش مشكلة هرفعها لكم دي كمان. يعني علينا ولا لا يا دكتور؟ افهمها دلوقتي بس، خليك معايا، أنت بتتكلم دلوقتي السلايد دي معانا ولا مش معانا، ولا أنت عايز تفهم؟ ما افهم بس مش هبقى عارف دي عليا في الامتحان ولا لا. يعني انت دلوقتي همك كله الامتحان واحنا في المحاضره، مش عايز تفهم اللي انا بقوله؟ يعني هو دلوقتي دماغك انا ما دلوقتي قلتش مركزه؟ عايز ها؟ افهم يا دكتور، انا بسألك سؤال يعني، ايه المشكلة؟ انت مش عرفك دلوقتي، انت معاك الاسطوانات التانيه؟ يا دكتور انا بسأل حضرتك، انا مش بقول ان انا عارف، انا بسألك انت، ما تقول لي يعني ايه المشكلة؟ مش احنا من حقنا كطلبة نعرف علينا ايه ومش علينا ايه، بغض النظر عن ان احنا نفهمها ونستفيد اوكي، بس برضو يعني عايز اعرف بس يعني المنهج اخره لحد فين؟ انت مش قصدي عرفك ان هو انت معاك الاسطوانات التانية دلوقتي؟ هم 4 حضرتك هو اديتهم دكتور لنا كلنا حضرتك كنت اديتنا اخرها في الاول يعني في اول السلايد اللي الترم حضرتك بتشرحها الاربع بتاعت سلايدز الباك ما تراك كلهم اللي مره واحده. بتحط مش موجود فيها الفيل ده، قصدي السلايد دي بتاعت الباك تراكنج والكوت اللي معايا مش موجود فيها الفيل، فانا بسأل حضرتك مش بقول انك يعني ان انا مش هفهم يعني، بس عايز افهم يعني برضو ايه اللي عليا وايه طيب ماشي ماشي، هنفهم دلوقتي ونتكلم في الموضوع ده في آخر المحاضرة، ماشي؟ ماشي. نفهم الأول الكلمتين اللي أنا هقولهم، وبعد كده نتناقش الموضوع اللي أنت بتتكلم عنه، خلاص؟ ماشي؟ تمام دلوقتي ماشي يا دكتور. دلوقتي أنا عايز أفهمك يعني إيه فيل. الفيل ديت، الفيل دي بتعمل إيه هنا؟ ها احنا قلنا ان الفيل هتطلع ومش هتعمل باك تراكنج تاني، لا يعني، يعني بس لو انا لازم تكون هستخدم، في، لا لو انا لا هستخدم ال سوري، هتخصبه من هو يرجع يعمل باك تراكنج، ماشي هنا دلوقتي، هو هيرجع. ده كده هيعمل فيل، يعني هيطلع قيمة نو ولا لا؟ هيطلع نو ولا لا؟ هيطلع النو او فولس يبقى هنا بيجبرك تعمل باك تراكنج عشان تطلع اول حل ولا لا؟ عشان اطلع كل ترو. علشان تطلع حل يطلع صح، فيل يعني فيل معناه نو، فلازم يعمل باك تراكنج. طب اللي تحت ده معناه ايه بقى؟ كات ده معناه ايه؟ هيجي يعمل باك تراكنج هيلاقي مين بقى؟ هيلاقي في حائط سد هنا هيمنع ان هو يعمل ايه؟ باك تراك، ماشي؟ باكتريك. فهمنا الفرق بين الاثنين؟ يبقى الاولاني بيعمل ايه؟ الاولاني بيعمل ايه؟ هيرجع يعمل باك تراكنج عشان يطلع قيمة ترو، لكن تمام، عشان اللي يطلع تحت حاجه. مش هي... بالتالي مش هيعمل ايه؟ مش هيطلع من لما يلاقي الكات، مش طيب هيرجع. ماشي، خد مثال كده على الحته دي كده، ناخد مثال على الحته دي. لو انا عندي طالب، بص معايا، لو انا عندي طالب في سنه ثالثه وانا نزلنا نعمله ديسكاونت، ماشي؟ بتاعت الطالب ديت عايزين نعملها ديسكاونت، بس يكون الطالب ده يكون مصري، ما يكونش اجنبي، ما يكونش ايه؟ يعني الاجنبي هنا، صوت بس يا شباب، الاجنبي هنا مش هنعمل له ديسكاونت، الاجنبي هنا ما نعملوش ايه؟ ها؟ مش هنعمل له ديسكاونت. يبقى هنعمل ديسكاونت للمصري بس. هنا هيطلع بقى عامل لك هنا رول اهوت، بيقول لك هيعمل ديس، لو الاكس از فورنر، ها هيعمل ايه؟ هيطلع يس ولا نو، بس هنا هيطلع، هيطلع هيعمل باك فيل. تراكنج هنا، هيعمل باك تراكنج هنا. هنا الباك تراكنج هنا هيجبره بقى يدور على حاجه بنفس الاسم ده، هيقوم نازل فين؟ يدور الاسم على ده حد هنا ايه؟ مصري يدور. هنا هيرجع تاني تحت عشان عمل فورس انفورس باك تراكنج، مش كده؟ عمل انفورس. طيب يبقى كده هيخلي الفورنر يحصل له ديسكاونت ولا لا؟ لا مش هيحصل له. ليه؟ ما هو عامل انفورس اهو، ما هو عامل فيل بس، استخدام فيل بس.
بس هو كده مش، ما هو انا افتكرت ان هو هيرجع يدور على حد ما يكونش فورينر يعني، ولا ايه؟ لا، ما هو ده نو، ده نو. هيلاقي تحت كده، هو عامل بليس ماركر هنا، فهينزل تحت هنا، هينزل يلاقي ان في هنا طلعت 200 مثلا والديسكاونت 50، هيقوم خاصم برضه للفورنر كام؟ 150، هيبقى هيدفع 150 بس. هيبقى كده الفورنر خد، اتعامل معاملة المصري. صح؟ هو انا بس عايز افهم، هو لما لقى ان هو في فورينر عمل فيل، فعمل انفورسد باك تراكنج، ان هو رجع لما تاني بيعمل انفورس باك تراكنج ودخل في الجريد ينزل على 3 اللي هي فيز دي، على الكور اللي واخد نفس الاسم تاني، اللي هي نفس الاسم ده اسمها جريد 3 فيز. ويديله 200 ديسكاونت. تمام. المشكله دي بقى نحلها ازاي؟ ان احنا نعدل في الكود ونعمله كده اللي انا شرحت الفرق ما بين الاثنين. لما اعملها بقى قبلها قط، ما احط قبلها قط، هيعمل ايه؟ هيعمل ايه هنا في الحاله دي؟ هو مش هيدي للفورنر كده ديسكاونت، هو لا كده كده هيطلع الفيلم بالنو، مش كده؟ هيرجع هيطلع ده نو، هيجي يرجع يعمل باك تراكنج، هيلاقي فيه حائط سد هنا يمنعه بقى، تمام. يمنع ان هو ينزل تحت. فالحل هيطلع هنا في الحاله دي بقى، هيطلع للفورنر ايه؟ هيطلع نو. مش هاخد ديسكاونت كده. هيطلع نو no. نو no. يعني الديسكاونت للفورنر نو no. يعني نو no سوليوشن، يعني مفيش ديسكاونت للفورنر. طب ما هو في حالة زي دي، ده المفروض الرول الصح يعني، عشان طبق عايزه ان انا هستفاد، ان هو اصلا مش عايز ينفورس كاون، لو عايز ايوه يعمل بس، كده في حالة معينة، ايوه بس سواء انت لو لازم عملت، ان هو عايز بس، لو انت فده لو انت عملت سيمي كولن، لو انت عملت سيمي كولن هيعمل لك الترناتيف سوليوشن تاني. طبعا الحل ده مش انت ممكن تستخدم علامة الباك ستاش بلس دي اللي هي معناها نوت، not foreigner. تمام. مش ممكن تقول له ان الاكس دي مش فورنر واعمل فيه واعمل ديسكاونت عادي، اهم discount. حاجة يطلع تمام. زي اللي احنا استخدمناها من شوية. ماشي، دي بنسميها بقى اللي هو الاستخدام التاني للقط، اللي اسمها كومباينيشن ما بين قط وايه وفين مع بعض، وفيل. كومباينيشن. ده كومباينيشن قط وفين، قط وفين. حلت المشكله ولا ما حلتش المشكله؟ حلت. يبقى احنا خدنا كام حاله دلوقتي من حالات استخدامات الكيسز بتاعت القط، كام حاله خدناهم؟ حالتين. ايه لا، مين اول حاجة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولانية ايه؟ اللي هي كانت في الباوندري كونديشن، والحالة بتاعت الجنريت اند تيست، والحالة الكات والفيل. لا طبعا احنا ختمنا بالتانية، يعني هي المفروض كانت الترتيب معكوس شوية، بس احنا خلينا قط في الاخر حاجة اسمها قط في الكومباينيشن، مش كده؟ وباقي بقى بالظبط. اللي هي اخر حاجة اللي هي اسمها البروبلمز والسكات، ديت هي سلايد واحدة اللي هي بتتكلم مع البروبلمز بتاعت القط. هو جايب لك حاله واحده بس هنا، انتوا فاكرين البرنامج بتاع الابند؟ ايوه. الابند لو انا دخلت لك في الجول بتاعي ابند، ابند امتي وواحد واثنين مثلا، طلع كام؟ واكس هاي الاكس دي هتبقى بليست فيها واحد واتنين. هل انا بقى محتاج اعمل باك تراكنج في الحاله دي؟ لا، مش محتاج، فممكن اعمل كات. لكن لو جيت اعمل سيمي كولون هيدور، هيدخل هنا تاني، فانا لازم امنعه بقى ان هو يبص على اي حاجه بنفس الاسم بتاع الهيد ده اسمها بند برضه ولا لا، اسمها بند. فلازم امنعه.
يبقى القط هنا استخدمناه عشان تمنع الباك تراكنج هنا. طب لو انا عملت جول ثاني اسمه ابند اكس واي واي بي سي، تفتكر هيطلع كام؟ هيطلع كام حل هنا؟ ابند اكس واي واي بي سي طلع انا بس عايز هو افهم الكونديشن بقى. سو انا هي هو المفروض ان هو هيابند ليست اللي هي الاكس وليست الواي في ليست في من ثلاث خانات صح كده. هيطلع كام الواي بكام؟ كام حل للموضوع ده؟ ممكن يطلع يعني الاكس مثلا بايه والواي بي سي او الاكس اي بي والواي سي كده يعني. ايوان بالظبط كده. ممكن هيطلع حل واحد ولا اكتر من حل؟ ده اكتر من حل، هيطلع حلول كتيره. ايوه وهكذا. طب انا عايز اكتفي بحل واحد، اعمل ايه؟ يبقى استخدم كات. طب مين يقول لي بقى الحل اللي هيطلع اسمه ايه؟ اول حل هيطلع ايه وهيعمل كات عليه؟ اول حل هيقابله هيطلع ايه؟ الواي هتتساوي بالاي بي سي والاكس هتبقى ليست. ايوان يعني هيطلع اول حل هيطلع كده امتي واي بي سي صح؟ اي بي سي ايه بقى؟ لان هيلاقيه فوق. تمام. واول ما يجيب الحل ده هيعمل قط عليه على طول، يبقى طلع حل وحلو ولا لا، وعمل ترمينيشن الباك تراكنج. افتر ذا فيرست سوليوشن صح ولا لا؟ صح. ايوه صح. يبقى دي مهمه ولا مش مهمه القط؟ القط دي مهمه ولا مش مهمه؟ مهم، بس احنا بنتكلم هنا لو هنستخدم مثلا السيمي كولون اللي هي الاور يعني، لكن هو اصلا كان في البرنامج ده كان بيطلع اصلا بعد الباوندري كونديشن اللي هو امتي ليست، فيبقى اكس واكس، فكان بيطلع على طول. انا عارف ان هو كده، لكن انا بتكلم ان انا دلوقتي ازاي اعمل كنترول كامل على البرنامج من عايز جوه. او عايز سوليوشن واحد بس يعني. تمام، لان انا اخترت سوليوشن واحد بس. بنتكلم على يعني ازاي انت تعمل الموضوع ده بحيث تعمل كنترول عليه يعني. تمام. هي كده المحاضرة دي خلصت كده ماشي؟ اللي هي المحاضرة الرابعة كده، انتوا فاهمينها أهم حاجة؟ تمام، أسهل من السلايد اللي فاتت. هي شطر ثلاثة؟ شطر ثلاثة أتقل واحد. مع إن إحنا عدنا وزدنا أكتر من مرة فيه وعملنا ريفيو عليه ورفعنا فيديوهات عليه. ما عشان دي كده ما عشان كده دي اسهل يعني، عشان هي معتمده شويه يعني على بس عايز دماغ برضه تفهم، عايز دماغ تفهم برضه. عشان اعرف الفرق لازم تعرف كل حته ايه الحل جاي من هنا حته بالظبط. طيب هو انتوا مين اللي كان بيناقشنا في موضوع الماتيريال بتاع الشابتر ده؟ هي بس الفكره ان احنا كنا واخدين السلايدز من حضرتك في اول الترم، فالسلايد اللي هي الرابعه دي ما فيهاش اللي هي اخر جزء ده، بس حضرتك لو ممكن بس ترفعها لي اللي هي يبقى فيها جزء الفيل. ليه؟ القط والفيل؟ لا ماشي. انتوا عامه يعني هو السلايدز هرفع لكم اللي هي بتاعت اللي هي الرابعه ديت، لو انتوا حابين ارفع لكم الفيرجن اللي موجوده معايا برضه. تمام ماشي. حته الامتحان بقى ان هي تيجي في الامتحان او ما تجيش ديت هنشوفها لسه مع الدكتوره عزيزه وهنتفق اذا هي طبعا شرحت من السلايدز القديمه اللي معاكم وما ناقشتش الجزئيه ديت يبقى اكيد مش هتيجي في الامتحان.
الامتحان واحد. الفكرة يا دكتور ان كان امتحان حضرتك كنت واحد اصلا بس. هو هنا اهم حاجة عندي النهاردة تفهم اللي انا قلته بس. حتة بقى الامتحان ديت هنشوفها بعدين مع الدكتورة عزيزة، لان الامتحان واحد في المجموعات كلها. فاهم حاجة تفهم الافكار الحلوة ديت عشان تبقى انت ملم بها، حتى لو كانت مستوى اقل من المستوى اللي انت عارفه دلوقتي، فهتكون انت في السيف سايد يعني. تمام وضحت الفكره من كلامي؟ اه واضح. اه دكتور انا عايزك بس اهم حاجه عندي الكلام اللي انا اقوله يتفهم، دي اهم نقطه عندي. سيبك بقى من الامتحانات والوضع، الامتحانات كلها دي تحصيل حاصل، اهم حاجه المعلومه اللي تتقال تتفهم صح. تمام. انتوا عايزين السلايد دي ولا مش عايزين؟ لا ممكن حضرتك ترفعها لنا عشان جزء الفيل ده مش مع الناس كلها. نعم ارفعها يا دكتور عشان مش شرط تكون مع الناس كلها. يعني نرفعها لكم وتبقى مع، بس انا اصلا رفعت لكم، انا تقريبا رفعت لكم القديمه صح؟ هو انا اللي عندي 25 سلايد. هو الفكرة دكتور حضرتك كنت مدلنا سلايدز في أول الترم، بس دي كان هي فيها نفس المحتوى بس بشكل مختلف يعني، فالأخيرة دي ما كانش فيها جزء هو الفيلم. على حاجة، لو أنتوا عايزين القديمة تفضل معاكم وتفهموا الجزء الزيادة، ممكن تفهموا الجزء الزيادة من البرولوج ونسيب المحتوى القديم على حاله، والمعلومة الزيادة تفهموها من خلال الفيديو وخلاص، يبقى كان لا هو الثانية معلش بس كده دكتور، عشان أصلا أنا السلايد مش قدام. هي يا أحمد فيها الفيل أصلا؟ اه فيها، بس هو ما كانش بالترتيب اللي شرح الدكتور يعني. اه كان الترتيب اللي هو كان الجنريت اند تيست في الاخر. يمكن متلخبطه شويه قصدك يعني في الترتيب. اه بس طب خلاص خلاص يعني المحتوى واحد ولا في حاجه؟ لا نفس اللي حضرتك شرحته موجود. طب خلاص ما فيش، انا افتكرت ان الترتيب يعني الترتيب مش مشكله، يبقى هي لا انا كنت فاكرها مش موجوده. خلاص يبقى كده احنا متفقين، يبقى احنا كده احنا شرحنا كده مش مشكله. انا حطيت الاثنين قبل الثلاثه دي مش هتفرق معانا في الشرح. لا تمام. خلاص كده يبقى احنا كده متفقين. هو طبعا كده يعتبر الكورس بتاعكم خلص النهارده يعني، كده المحاضره الرابعه كده قفلت الكورس الاساسي بتاعكم يعني. لكن انا ما اعرفش، كانوا بيقولوا النهارده في اجتماع مع المجلس الاعلى للجامعات، باين مش عارفين هيعملوا ايه لسه. يا اما هيأجلوا الامتحانات. كل سنه وانتم طيبين، داخل اهوت على الابواب ومش عارف طيب. رمضان انتم محتاجيني عامه في حاجه او كريفيو كده ولا انتم تمام كده؟ لا هو احنا تمام كده بصراحه يعني، لو ممكن احتاجنا حاجه قبل الامتحان مثلا كمراجعه. طيب احنا هنشوف بس القرار بتاع النهارده ده هيطلع يقول ايه، بحيث ازاي نتعامل معاكم في رمضان. لو المعهد بتاعك قال ان في دراسه شغاله في رمضان، يبقى ممكن نتقابل على مواعيد المحاضرات العاديه، بس تبقى جاست ريفيو على الاسئله اللي انتوا عايزينها او كده يعني. تمام. فهو لو النهارده القرار اللي طلع ان في دراسه في شهر رمضان، هيبقى على ميعادكم اللي هو 11 ونص، بس هنتقابل وممكن بقى كل واحد يجهز اسئلته في المحاضرات اللي اتقالت ونراجعها مع بعض. تمام. لو ما كانش في محاضرات يبقى انتوا خلاص كده كده انا خلصت معاكم المنهج وراجعت معاكم شابتر ثلاثه، يمكن اكتر شابتر خد جهد معايا او معاك في ان احنا نعيد ونزيد فيه اكتر من مره، وانتوا معاكم الفيديوهات كلها مرفوعه على موقع المعهد، فاعتقد وارفع لكم محاضره النهارده كمان، يبقى اعتقد كل حاجه كده معاكم دلوقتي، وتقدر تعمل فيدباك من الفيديوهات كم مره عشان تفهم، ولو في اي حاجه برضه ممكن تقابلونا ونتكلم فيها ونفهمها وافهمها لكم يعني. تمام ماشي يا دكتور. شكرا. تمام يا دكتور. واضح. بس موضوع الامتحان بقى وكده والتفاصيل بتاعته طبعا لسه ما نفهمها، ما نعرفش ايه التفاصيل بتاعتها لسه يعني. تمام يا دكتور. عايزين بس برضه نشوف اعمال السنه دي هتبقى على ايه بس. اخر معلومات ان هي اللي اتقالت ان هتبقى على ان الميد تيرم هيتضاف على درجه الفاينل. ايوه انا قصدي يا دكتور ال 30 درجه بتوع اعمال السنه دول هيبقوا على ايه بقى؟ عايزين نعرف بقى يعني 30 ولا هم 30؟ هم المفروض 40 مش كده؟
40 بس في 10 درجات امتحان عملي. ايه هو ده عادي، ممكن في دكاتره اصلا يعني ده مش 10 ولا اجباري، 20 في ده و10 ولا 20، ممكن يبقوا 10 و20 حسب الاتفاق يعني. لا هو اساسي 10 درجات امتحان عملي، وممكن دكتور الماده يلغي امتحان العملي ويطلب مثلا بروجكت، يعني ممكن مثلا نعمل حاجه لحضرتك ونبعتها لك بدل الامتحان العملي، يعني الامتحان العملي اصلا مش قالوا في المعهد كده ولا لسه ما بدتوش في الموضوع ده؟ لا ان احنا مثلا في مواد برمجه قبل كده، ان احنا ماده برمجه اللي قبل دي اللي هي برمجه شيئيه احنا ما امتحناش امتحان عملي، الطلب مننا برنامج ان احنا نصممه يعني مثلا. وما فيش امتحانات عملي خالص تمت، ده حاجة ودية بينك وبين الدكتور يعني. بتبقى تبع الدكتور يعني، لو الدكتور مش عايز يعمل لكن امتحان ما عملي طلعش ويطلب قرار رسمي بالكلام ده في المعهد يعني. لا مش قرار يعني، هو الفكرة بس ان هو في يعني بيقولوا ان هم الامتحانات العملي يعني، انا ما اعتقدش حتى ان المعهد عندنا يعني ان هو هيوقف يعني لو الامتحانات هتبقى 30/5 زي ما مجلس اعلى الجامعات قال، مش هيعطل الطلبة الامتحان عملي في الصيف او بعدين، الدرجات دي هتتوزع بطريقة تانية، دي طب الفكرة. يعني انت عايز تقول ان ال 100 درجه كلهم هيبقوا على مسؤوليتنا احنا يعني. لا هتبقى هي، لا هي قصدي الفكره ان اعمال السنه اللي هي 30 درجه هيتضم معاهم بقى ال 10 درجات بتوع العمل، يعني مش هيعطلوا الطلبه عشان ينزلوهم المعهد يعني يمتحنوا العمل احنا بعد كده. هنحطكم احنا 40 احنا كمان. ما ال 40 دي بس مش هتبقى على الورقه يعني، هو الورقه خلاص كده من 60، 40 دي بقى المفروض حاجه مثلا يعني نعملها او نقدمها عشان ناخد بيها الدرجة، يعني زي الحاجات اللي احنا كنا بنقدمها لحضرتك في أول الترم ما كنا في المعهد، يعني لا حاجات حضرتك طيب بتطلبها أو كده عامة دايما كويز أو بتاع. تواصلوا معايا لغاية ما يشوف بس القرارات اللي هتطلع ايه، واكيد لو في رمضان هنتقابل على نفس الميعاد بتاعنا 11 ونص عشان نبقى متفقين من دلوقتي. خلاص تمام. وممكن الاسبوع الجاي نتقابل برضك مبدئيا عشان نعرف برضك اذا كان في طلع قرار، لو في اي قرارات طلعت النهارده فيما يخص هذا الموضوع يبقى لازم هنتقابل. ايوه تمام ماشي يعني لازم نتقابل عشان نتفق ايه اللي هتعملوه علشان ال 40 درجة دول خلاص تمام اللي هم ال 30 وال 10 بتوع العمل. تمام فأي قرار هيطلع لازم نقعد مع بعض قاعدة كده نوضح النقط على الحروف والتاسكات دي هتتم ازاي وهتبعتوها ازاي وهيحصل فيها ايفاليويشن ازاي، او لسه ما نشوف بس ايه اللي هيطلع الاول وبعد كده نتكلم يعني. تمام فانتوا من نفسكم اول ما يطلع القرار وتعرفوا من المعهد طلع اي قرارات جديده انتوا هتمشوا حسب التعليمات ديت، ولو في محاضرات شغاله هنقابلكم برضك في نفس الميعاد ان شاء الله يعني. تمام بس هتبقى كلها عباره عن ريفيو او مراجعه على الاتقال، واي حاجه مستجده او تاسكات هتبقى القعده بتاعه رمضان هتبقى كلها بنفس النمط ده، كل اسبوع نقعد الساعه مع بعض كده ندردش في اللي محتاج لو في حد عنده أي مشاكل يعني. تمام يا دكتور. طيب ماشي. النهارده في أي سؤال أو استفسار؟ لا يا دكتور لا شكرا. تمام يا دكتور. أنتوا كم واحد حضر النهارده؟ أربعة؟ أربعة. احنا ثلاثة. تمام. هو أربعة بالدكتور ولا إيه؟ هو ثلاثة بس يا دكتور. ثلاثة بس يعني اللي حضروا؟ كريم أسامة وأحمد طيب ياسر مثلا وأدهم يحيى. هو كان في حد بياخد غياب ولا حاجة، ولا قال لكم في المعهد ما حدش بياخد غياب؟ هو في دكاترة بتاخد بس المعهد نفسه ما كان قايل إن مفيش غياب تقريبا بيتحسب، أو هما بياخدوه يعني عشان لو حصل تغيير في القرارات يعني تقريبا، مش معنديش فكرة يعني بصراحة. خلاص ماشي، احنا مش مشكله موضوع الغياب دلوقتي لغايه ما نشوف ايه اللي هيتم ان شاء الله. ودايما هنبقى على مواعيدنا، لو المحاضرات النهارده طلعت ان هي هتبقى ساريه بس هنتقابل ونراجع مع بعض المنهج ونشوف اي حد عنده اي استفسار ان شاء الله يعني فيما يخص المحاضرات يعني. تمام تمام يا دكتور. ماشي. حد عايز حاجه؟ لا يا دكتور شكرا. طيب مع السلامة. ايه يا اسطى
الو،